بسم الله. هنحل الكويز الثاني، نصلي كده على رسول الله. الجمله الاولى بتقول ان ذوس ديز، في تلك الايام. خلي بالك ان انت عندك كلمه ذوس هي وكلمه ذات، لو اتحط بعدها مده زمنيه اعرف ان انت بتتكلم في زمن ماضي بسيط. يبقى ان ذوس ديز، في تلك الايام، معنى الكلام بتكلم في ايام ماضيه. ان ذوس ديز بيبل ليفت، الناس سابت التعليم في عمر ال 14. رقم 2، سيليا بروبابلي جو. خلي بالك طول ما في كلمه بيرابس لا بمعنى ربما، وفي عندي كلمه بروبابلي او بروبابل، اعرف ان استحاله تحط معاه مي او مايت. استحاله لان هما الاثنين معنى واحد. وكلمه بروبابلي قلنا ان كلمه بروبابلي لا بمعنى من المحتمل، عايز قبلها ويل ثم بعدها فعل في المصدر. اذا الحل بتاعي كلمه ويل، يبقى سيليا ويل بروبابلي جو شوبينج توداي من المحتمل. نركز على حاجه، ان كلمه برابس وكلمه بروبابلي طول ما هي موجوده اوعى تختار مي او ماي، ان هما نفس المعنى. رقم 3، I should have visited my sick friend. اتفقنا مع بعض في الكوز اللي فات لما يقول لك should have معاه تصريف ثالث الفعل، عينك على الفعل اللي بعدها، كده تفسيرها ماضي بس عينك على الفعل اللي بعدها. اي فعل ما عدا verb to be تفسيرها did او didn't حسب الزمن، اسف حسب معنى الجمله. اي فعل ما عدا verb to be، بقول تاني، اي فعل ما عدا verb to be تفسيرها did او didn't. verb to be بالذات تفسيرها was او will، كده تفسيرنا ماضي بس عينك على الفعل اللي بعدها. قالك اي فعل ما عدا verb to be تفسيرها did او didn't، verb to be تفسيرها was او will. يبقى I have visited، I should have visited my sick friend، كان ينبغي عليا ان ازور صديقي المريض، but ولكن I didn't، انا لم افعل. رقم 4، I should have been careful، انا كان يجب عليا اكون حريص. قلت لك عينك على الفعل اللي بعدها، قلت لك اي فعل ما عدا verb to be تفسيره did او didn't، verb to be تفسيره was aware، was aware. I should have been، كان ينبغي عليا ان انا اكون حريص بس انا ما كنتش حريص، معنى الكلام but I wasn't careful، انا لم اكن حريص. رقم 5، you ought، انت يجب عليك. يعني اتفقنا ان كلمة ought اللي انت شايفها ديت عايزة بعدها to، وبعد to فعل في المصدر، لان الكلمة تقول لوحدها ليس لها معنى، لازم تحط بعدها to. اذا to sing غلط، اذا الحل بتاع يا اما to sing يا اما to be seen. رقم 5، you ought to be seen، انت مفروض يتكشف عليك about بسبب ذات قف، طبعا بسبب هذه الكحة. يبقى you ought to be seen، انت يجب، انت المفروض يتكشف عليك about طبعا بسبب هذه الكحة او السعال. رقم 6، our company، الشركة بتاعتنا، is offering a better product، يعني بتقدم او عاملة عرض لمنتج افضل at a good price، بسعر جيد. كلمة برايس اللي هو سعر، عايزة مع حرف الجر at او for. كلمة برايس اللي بمعنى سعر، at price بسعر كذا، for price مقابل سعر كذا. اذا كلمة برايس عايزة مع الفعل at او for. our company، الشركة بتاعتنا، is offering، عاملة عرض او عرضة منتج افضل for a good price مقابل سعر جيد او at a good price. رقم 7، we not a lot of fun during the party the other day. كلمة the other day من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، تصريف تاني للفعل هيبقى هاد بس. رقم 8، I not the cold weather. خلي بالك cold weather اسم، اذا هنختار تركيبة او فعل عايز وراء فعل ING او اسم. اذا هختار القاعدة بتاعتي اللي عايز اسم، لان كلمة cold weather بمعنى الطقس البارد. قالك I not the cold weather in Russia، وكلمة Russia اللي هي روسيا. يبقى بختار فعل او تركيبة عايزة بعد اسم او ING. وهنا بيتكلم في قاعدة use to، وقاعدة use to التي يأتي بعدها فعل ING او اسم عايز use to اللي قبلها am or is or are او get او become او grow. اذا هنا اختار هنا got use to، اذا use to هنا دي ورا اسم، هختار use to اللي عايز قبلها am or is or are، am or is or are او الفعل get او الفعل become او الفعل grow. رقم 9، it is a story type، هذا اسلوب نمطي. قالك to think that all women can't work as hard as men. خلي بالك جملة جميلة جدا، it is a story type. لو الاد شالت، الادي لو اتشالت حل بتاعك هيبقى traditional، حلها يبقى traditional. it is traditional دي حاجة تقليدية، تفكير تقليدي. اذا وجود الاد من عدمها يفرق في الحل. it is a story type. رقم 10، motorists السواقين are،
الريكوير مطلوب منهم السواقين، الريكوير مطلوب منهم باي لو طبقا للقانون طبعا ان يرتدوا حزام الامان، لان كلمه ريكوير يعني يطلب. طبعا السواق مش يطلب، ولكن طلب منه مطلوب منه يعني يجب عليهم مطلوب منهم ان هم يرتدوا حزام الامان طبقا للقانون.